خليفة، أنا سعيد بهذا اللقاء اللي يجمع نخبة طيبة من العراقيين في إسطنبول، العراقيين والعرب والأتراك في إسطنبول. الكلام عن المشهد العراقي حقيقة كلام يعني ليس برحلة وردية، يمكن أن نتكلم عن حالة مؤلمة مليئة بالدماء والقتل والاعتقالات والتشريد والتهجير في بلد كان في يوم من الأيام دولة يعني يشار لها في المنطقة والعالم. العراق اليوم مع الأسف هو في ظل مفهوم اللا دولة، يعني بعيدا عن كل الأرقام التي ذكرت من قبل المنظمات الدولية والإقليمية، العراق بلد مخيف، بلد ربما حتى الدول التي هي في غابات أفريقيا لا يوجد مثيل يعني موازي للحالة العراقية. أنا أعتقد أن العراق ضائع بين الدالات الثلاثة، الدالة الأولى هي الديمقراطية، والثانية هي الدينية، والثالثة هي الدكتاتورية. حينما نعود ونفصل هذه الحالة، الدستور العراقي بعد عام 2003 يؤكد في المادة الأولى على أن النظام في العراق هو نظام ديمقراطي، بينما واقع الحال لا يمت إلى الديمقراطية بأي شكل من الأشكال، وبالتالي لا يمكن لأي باحث منصف أن يقول أن في العراق دولة ديمقراطية. الحالة الثانية هي حالة الدولة الدينية، هل العراق هو دولة دينية أم دولة ديمقراطية؟ يعني اليوم وبالذات في السنوات التي تلت يعني سيطرة داعش على الموصل، صرنا أمام حالة الدولة الدينية في العراق غير المعلنة. الدولة الدينية ما من مسؤول كبر أو صغر في العراق إلا ويتكلم بأن هذا الأمر تم بناء على توجيهات المرجعية الدينية، وكأنه المرجعية الدينية هي التي تنظم الحالة القائمة في العراق. نحن لسنا يعني ضد قضية احترام المراجع والعلماء، هذا أمر آخر، لكن نحن نتحدث عن شكل الدولة العراقية، هل هو دولة دينية؟ ما يجري اليوم في العراق لا ينطبق على الدولة الديمقراطية ولا ينطبق على الدولة الدينية. معلوم أن الدين يحرم القتل والتهجير والترهيب والتخويف والاعتقال بدون سبب، وكذلك الديمقراطية تحرم هذه الحالات. فإذن نحن لا دولة ديمقراطية ولا دولة دينية. نذهب إلى الحالة الثالثة وهي الدولة الدكتاتورية. أنا أعتقد أن الحالة القائمة اليوم في العراق هي حالة الدولة الدكتاتورية المغلفة بإطار ديمقراطي، لكن حقيقتها هي دولة يعني دكتاتورية. يعني تخيلوا اليوم رئيس وزراء رئيس حكومة تسيير أعمال عادل عبد المهدي يعني يتحدث عن العقوبات الأمريكية ويقول أنها طالت شخصيات مهمة في الدولة العراقية لها مكانتها في تاريخ العراق، أي مكانة التي تحدث عنها؟ وهم يعني غالبية الذين اتهموا هم متهمون من قبل العراقيين والمنظمات، وكل مواطن عراقي يعرف أن هؤلاء يمتلكون عصابات للقتل والتهجير. حتى عادل عبد المهدي الذي يتحدث اليوم عن هؤلاء هو متهم بقتل أكثر من 400 مواطن باعتباره وزير الدفاع وباعتباره القائد العام لقوات المسلحة، وبالتالي لا يمكن تصور يعني إطلاق أي إطلاق دون أوامر مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة في العراق. ربما هناك من يقول ما الذي أبقى هذه الدولة؟ هذه الدولة باقية رغم كل هذا الخراب منذ عام 2003، منذ مرحلة الانسحاب الشكلي الأمريكان في العراق إلى اليوم ما زالت الدولة موجودة. لا يمكن لأحد أن ينكر وجود دولة اليوم اسمها العراق، ولا أحد ينكر وجود حكومة قائمة في العراق. الدولة اليوم أهم الأسباب أولا الاعتراف الدولي بالحكومة القائمة في العراق. حتى اليوم الحكومة معترف بها، على الرغم من كل هذه الجرائم، على الرغم من كل هذا الاعتراضات على الحكومة، الحكومة ما زالت حتى اليوم حكومة معترف بها، وبالتالي من هنا تأتي واحدة
من مصادر القوة بين الهلالين لهذه الحكومة. الحالة الثانية هو الدعم الديني، وأقصد هنا دعم الفتاوى التي تحاول الدعوة إلى التهدئة، دائما الدعوة إلى التهدئة وإلى ضبط النفس، مع العلم أن الحالة في العراق كانت حالة دموية، وبالذات في مرحلة ما بعد تشرين. ورغم ذلك نرى أن المرجعيات أو المؤسسة الدينية الشيعية، باعتبار أن المؤسسة الدينية السنية لم تتدخل في هذه المظاهرات تدخلا مباشرا، كانت تدعو إلى التهدئة، وهذا لا يتفق مع الدين، لأن النبي الكريم يقول والله لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. الأمر الآخر، يعني اليوم بعبارة بسيطة، نحن أمام معادلة عراقية، حكومة تمتلك الرجال، الجيش، الشرطة، المخابرات، الاستخبارات والميليشيات. هذا الطرف الأول لمعادلة. الطرف الآخر لمعادلة هم الجماهير المنتفضة الموجودة، وهم شباب العراق في الغالب العام بنسبة 99% هم من المسالمين، والذين لم يعني يفتعلوا أي مشكلة أو حالة سلبية في المظاهرات منذ تشرين وحتى اليوم. هذه المعادلة لا يمكن الموازنة بين قوى لا يمكن أن تعطي الحكم بسهولة. يعني هل نتصور أن الذين أمسكوا الحكم بعد عام 2003 هم ديمقراطيون فعلا ويمكن أن يعطوا الحكم للذين يثورون عليهم؟ هذا كلام غير مقبول. نحن أمام قوى غالبها العام هي قوى إرهابية، وبالتالي هذه القوى لا يمكن أن تعطي الحكم إلا بالقوة، وهذا هو الواقع الذي يفترض أن يفهم. المظاهرات القائمة اليوم هي مظاهرات مهمة وكبيرة ومؤثرة وفاعلة، ولأول مرة في تاريخ العراق تكون هذه المظاهرات بهذا الشكل بعد مظاهرات المدن المنتفضة، الأنبار وغيرها، اللي بقت أكثر من سنة واللي أجهضتها حكومة نوري المالكي. إذن هذه المظاهرات بعد تلك المظاهرات هي الأبرز، وعليه أنا أعتقد لا يمكن لهذه المظاهرات أن تؤتي ثمارها ما لم يكن هنالك تدخل لعامل دولي. وأنا هنا لا أدعو إلى التدخل العسكري، وإنما أدعو إلى التدخل بسحب الثقة عن الحكومة القائمة في العراق بعد عام 2003. هذه الخطوة يمكن أن تخلخل الحالة القائمة في المنطقة الخضراء، وعليه يمكن أن ننطلق بالحلول العقلانية والجوهرية لمرحلة ما بعد، يعني سحب الاعتراف. هذه المرحلة يمكن خلالها أن تكون حكومة انتقالية لا يمكن أن يكون فيها أي قاتل أو مجرم أو متهم بسرقة مال العراق. هؤلاء يجب أن يقدموا إلى محاكم عراقية عادلة، والمحكمة هي التي تقرر هل هم من المجرمين أم لا. لا يمكن، لا نقبل بحالة السحل والتعليق التي يعني فعلتها بعض الميليشيات قبل أيام، وإنما نقول يفترض أن تتدخل المحاكم العراقية. والقضاء العراقي معروف تاريخ العريق النزيه، على الرغم من محاولات تشويه سمعة القضاء العراقي. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، يكون هنالك حضور دولي لمراقبة الانتخابات. هذه الانتخابات لا يشترك، أؤكد على حقيقة، لا يشترك فيها أي قاتل أو مجرم أو سارق للمال العراقي. بعد ذلك هذه المظاهرات يمكن أن تأتي بشخصية عراقية أو كتلة حسب الحالة، يعني هل الذين يتقدمون على شكل أحزاب أو على شكل أفراد، ثم بعد ذلك من يفوز هو الذي يمكن أن يشكل الحكومة، وعلى الجميع حينها أن يتقبلوا بالنتائج. خلاف هذا أعتقد أن العراق مع الأسف سيسير إلى الهاوية، وهذا ما لنا لا نتمناه. نأمل من المجتمع الدولي أن يسحب الثقة من حكومة بغداد، وإلا فإن المستقبل للحالة العراقية حقيقة مظلم، ويفترض بالجميع
وأقصد هنا المجتمع الدولي أن يعاون العراقيين من أجل الوصول إلى المرحلة الآمنة ليعيشوا كبقية شعوب المنطقة. وشكرا. التظاهرات كما معلوم هي بدأت 1/10 ونحن اليوم في الشهر الثالث، تجاوزت 75 يوم. التضحيات اللي قدمتها مئات الشهداء، آلاف الجرحى، آلاف المعاقين، آلاف المعتقلين. لابد أن نركز على ما هي مطالب المتظاهرين. هناك مطالب أساسية للمتظاهرين لا يختلف عليها اثنان، وهناك مطالب أخرى ثانوية. وأني هناك ثلاث مطالب أساسية للمتظاهرين العراقيين. الأولى هي رفض الهيمنة الإيرانية على العراق، والثانية رفض إدارة الدولة على أسس طائفية، والثالثة هو الفساد المستشري في العراق من القاعدة إلى الهرم. فساد الفساد اللي موجود في العراق فساد مهول، يعني لا يمكن مثل ما تفضل الأستاذ عامر مليارات الدولارات لدى جيوب الفاسدين، وحالة الطبقية وسط. كان العراق لا يعيش حالة طبقية، هناك طبقة وسطى، اليوم بدأوا يقضون على هذه الطبقة الوسطى. فإذا هذه الأسباب الثلاثة الرئيسية التي خرج من أجلها المتظاهرين. نعم هناك أسباب ثانوية أخرى يعني، لكن لا أريد أن أسترسل بها بقدر ما يحتاجها المستمع والمشاهد عن الأسباب الرئيسية. هناك أسئلة تطرح نفسها. هذه التظاهرات إخواني من خلال معرفتنا للأسباب التي أدت إلى خروجها، علينا أن ندرك أنها هي نعم امتداد للتظاهرات السابقة في عام 2011 و2012 و2015، لكنها مختلفة. هذه التظاهرات مختلفة لأن جميع التظاهرات السابقة إما كانت مطالب إدارية وخدمية وفئوية ومطالب وظيفية وإلى آخره، لكن هذه التظاهرات منذ اليوم الأول أعلنت عن نفسها لها مطالب سياسية. أريد وطن، ولديها مطالب سياسية في مواجهة الفاسدين القائمين على الحكم في العراق. فإذا التظاهرات ليست هي كما يتصورها البعض نتيجة عدم الحصول على وظائف، نتيجة الفقر، نتيجة هذا الأمر لم تعلن عنه التظاهرات، بل من اليوم الأول قالوا نريد وطن وحددوا مطالبهم، وإذا هي كانت مطالب سياسية. اليوم نتكلم عن ضمن الوصف العام للتظاهرات هو عن الدور. هناك ثلاث أدوار لكل تظاهرات في أي دولة في العالم: الدور الداخلي والدور الإقليمي والدور الدولي. واني بالنسبة للدور الداخلي أنا أعتقد هذه التظاهرات تمثل الشعب العراقي بغالبيته. لم أسمع من الشعب العراقي من يعترض على هذه التظاهرات من حيث الأداء ومن حيث المطالب. فإذا الحاضنة الشعبية كبيرة جدا لهذه التظاهرات. أما الدور الإقليمي فحقيقة دور ضعيف جدا. لا يوجد اليوم دورا عربيا منذ 75 يوم. أكثر العراقيين اليوم في الشوارع ويقتلون ويهجرون، ولا نجد أي بيان لا من الجامعة العربية ولا من الدول المجاورة للعراق الدول العربية. فقط من الأدوار الإقليمية هو دور الإيراني، والدور الإيراني هو داعما للحكومة باعتبار التظاهرين هم رافضين الهيمنة الإيرانية. فإذا الدور الإقليمي يعتبر من الأدوار السلبية ضد التظاهرات. ننتقل إلى الدور الدولي. اليوم الدور الدولي لحد الآن الأمم المتحدة بياناتها ضعيفة، لا تسمن ولا تغني من جوع، مجرد إدانات، مجرد فقط قبل يومين اجتمع مجلس الأمن وأدان القتل. لكن اليوم المجتمع العراقي يحتاج إلى دور دولي فاعل لما يجري على العراق، لعله هذه التظاهرات تنتقل بمرحلة ثانية من مراحل النجاح. من مرحلة النجاح هي الأولى، هي كانت ناجحة بكل المواصفات، مظاهرات ناجحة أعطت صورة بهية عن الشعب العراقي، أعطت الصورة، ألغت تلك الصورة السوداوية الظلامية عن الوضع العراقي، أعطت صورة بهية عن الشباب العراقي، عن النموذج العراقي، عن الموزائيك العراقي، التنوع العراقي التي كانت الصورة حقيقة سوداوية جدا. لحد هذه اللحظة الدور الدولي نعم موجود أفضل من الدور الإقليمي، ولكنه دورا ضعيفا، مجرد عقوبات على أشخاص. بالمناسبة علينا أن بس نوضح هذه العقوبات على الأشخاص إخواني لا تسقط نظام. منذ سنوات العقوبات تستمر على إيران وهي لم تسقط أي نظام، وخصوصا النظام الدكتاتورية. حتى لو كانت عقوبات اقتصادية على هذا النظام لن تسقطه، بدليل النظام في إيران. فإذا العقوبات على أشخاص لا يمكن أن تسقط نظام ولا يمكن أن تصلحه أيضا، هذا نظام متغول. هناك أسئلة تطرح نفسها،
هي مآلات التظاهرات والنتائج التي لحد الآن ماذا توصلت إليها التظاهرات. حقيقة المآلات من الصعب جدا أن واحد يحسمها، لابد أن يكون هناك دورا إقليميا ودوليا مع هذه الحاضنة الشعبية الكبيرة آنذاك نستطيع أن نستبشر خيرا كثيرا في مآلات هذه التظاهرات. لحد هذه اللحظة الدور الدولي ماسك العصا من الوسط والدور الإقليمي سلبي، ولكن هذه التظاهرات تمثل الشعب العراقي، ولكن مهما تكن هذه التظاهرات فتبقى موضوع الشعب العراقي والقوى المدنية هي القوى الهشة، بينما القوى الصليبة هي بيد الدولة العراقية، ما زال لحد هذه اللحظة بيد الدولة. هناك بعض الأخوة يتكلمون عن نتائج التظاهرات وماذا حصل هؤلاء المتظاهرين قدموا 500 شهيد. أنا أعرف أنه أغلب هؤلاء يتكلمون عن الحالة السياسية والمكسب السياسي للتظاهرات. الأمر ليس كذلك فقط، قد يجوز يتأخر المكسب السياسي، ولكن لننتقل إلى المكسب الاجتماعي الذي حققته هذه التظاهرات وهي الوحدة الوطنية. عمل جاهدا بغض النظر عن النوايا، اجتمع بعض الساسة بقرب الكعبة، اللي يذكر عام 2004 أعتقد عام 2005 جلسوا بجانب الكعبة ولغرض المصالحة وأقسموا أيمان وجاءوا وقتلوا الشعب العراقي. هذه التظاهرات اليوم ما يجرى أحد أن يتكلم في بغداد وفي مناطق أخرى بأنه أنا سني وأنا شيعي وأنت من فلان وأنا من فلان، أنا عراقي يتكلم. إذن هي هذه التظاهرات من نتائجها الإيجابية هو وحدة الصف العراقي ووحدة المجتمع العراقي، وأنهت الطائفية قتلتها، أصبحت الأحزاب الطائفية هي أحزاب دكاكين سياسية مفلسة، بجد أنها مفلسة. اليوم لو أي انتخابات حرة نزيهة، هذه انتخابات لا تأخذ مو طبلة، لا تأخذ أي مقعد في البرلمان، لأنه الشعب العراقي لفظها. فإذا المكسب السياسي لا تستعجلون عليه، بقدر ما كسبنا مكسبا كبيرا هو المكسب الاجتماعي، وهو وحدة الشعب العراقي وعودة هذه الألفة بين مناطق الوسط والجنوب والغرب وإلى آخره. بقى سؤال أخير، الكثير من يتساءل أين قيادة هذه التظاهرات؟ لماذا لا تظهر؟ ومن هي؟ شوف أخواني، بالنسبة للشعب العراقي وفي حكومة مثل الحكومة العراقية، أي ظهور لأي قيادة تقتل في ساعتها، وبدليل أنه أي ناشط في ساحة التحرير، مجرد ناشط بسيط وإعلامي، مجرد أن يخرج يخطف ويقتل، ويقتل قتلا بشعا شنيعا، خطف، قتل، اغتيال، جميع هذه الممارسات قد مورست. طيب هل يعقل أنه قيادة التظاهرات تعلن عن نفسها من ساحة التحرير وتبقى سالمة؟ إذن عدم ظهور قيادة التظاهرات هو سلاح ذو حدين. نعم، سلاح أنه حافظ على قيادة التظاهرات، وعادة إذا كانت المطالب وطنية واضحة لا داعي أن نسأل كثيرا عن من هي قيادة التظاهرات. أما إن كانت المطالب فئوية فواحد يبقى هنا يتكلم، المطالب واضحة لا يختلف عليها اثنين، قيادة التظاهرات لا تستطيع الظهور، قد يجوز تكون داخل الساحة، قد يجوز تكون خارج الساحة، قد يجوز تكون خارج العراق، لكن ما هو الخط أو ما هو التوجه العام لها حتى نعرف من هو القريب من هذه التظاهرات؟ أحب أن أقول لكم يا أخواني، هذه التظاهرات في العراق وإن كانت أيضا امتدادا للربيع العربي، لكن نتائجها لن تكون كما هي في دول الربيع العربي، بمعنى أنه لن تكون نتائجها كمصر ولن تكون نتائجها كتونس. هذه ما يجب أن يعرفه. أنا أعتقد، وهذا تحليل وليس معلومة، ولكن التحليل أقرب إلى الواقع، أن التظاهرات في العراق ستأتي أشبه بالنتيجة التي جاءت بها السودان، أشبه أو أقرب، لأنه هي لن تأتي لا بالإسلام السياسي ولا بالإسلام الطائفي مهما كان، بغض النظر أنه حتى الإسلام السياسي لم يكن يعني صاحب قرار في الدولة العراقية، وأقصد يعني إهلاليا السنة وإلى آخره، لكن مهما تكون هذه التظاهرات وإن كانت ابتدادا للربيع العربي، ولكنها ستأتي بقيادة وطنية مدنية تؤمن بحق المواطنة والدولة المدنية، لن تكون على غرار ما جاءت في مصر وفي تونس، هذا معول على النجاح. أما قضية القمع أيضا واردة، فإذا لا يمكن أن نحسم قراراتنا الآن ونتكلم، لا، من حقنا أن نتفائل، من حقنا أن نستبشر خيرا. أنا بالنسبة لي مستبشر خيرا فقط في النتيجة الأولى هي الاجتماعية، ولكن علينا أن نحسم أمورنا من الآن ونتكلم عن ما بعد التظاهرات، ما لم يكن هناك دعما دوليا للشعب العراقي. عندما نقول الشعب العراقي معناه المتظاهرون، عندما نقول الشعب العراقي معناه المتظاهرون، فإذا المتظاهرون هم يمثلون الشعب العراقي بغالبيته، فإذا الدعم الدولي وندعو من خلال هذه المنابر
المجتمع الدولي أن يدعم الشعب العراقي للخلاص من هذه المجموعة الفاسدة القتلة، والخلاص من إيران التي جاءت بهؤلاء الذين استولوا على الشعب العراقي. تصوروا أنه من هو مسؤولا في الساحة العراقية حريص على مصالح إيران أكثر من مصالح الوطنية، فكيف تتعامل أنت مع هكذا قوة بغض النظر عن نوعها، الذي يكون حريص على مصالح إيران أكثر من مصالح الوطنية في الدولة العراقية وفي نفس الوقت هو الحاكم؟ فإذن ما كيف نفسر الخيانة، وما هو التعريف الاصطلاحي للخيانة؟ إحنا اليوم في دوامة. فإخواني هذه النقاط حبيت أن أتكلم عن التظاهرات. شكرا لحسن الاستماع واعذروني على الأطالة، وجزاكم الله خير، بارك الله بكم. نحن نتحدث اليوم عن أن منطقتنا منذ انتهاء حقبة الاحتلال لا تزال تحت تأثير الفواعل الخارجية، وهي محتلة بشكل أو بآخر، وهذا يجعلني أدخل في هذه الورقة البحثية. بداية لا بد أن أقول أن مشكلة العراق اليوم تحديدا، المشكلة التي أخرجت الجيل الجديد الذي لم يشاهد ما قبل احتلال العراق أو نشأ بعد هذه الفترة، لم يعاصر كل تلك الظروف، المشكلة التي أخرجت العراقيين اليوم بالتحديد هو أن العراق لا يزال بلداً محتلاً من احتلالين اثنين. فنحن لا يمكننا أن نوصف العراق بدولة ديمقراطية ولا دكتاتورية ولا دينية ولا أي توصيف آخر، العراق بلد محتل. وكيف نستدل على هذا؟ سنستدل بهذا بالأرقام حتى لا يكون كلاماً إنشائياً. أولاً الاحتلال الأمريكي، الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 جاء ب 170 ألف جندي أمريكي ومعهم عشرات الآلاف من القوى الدولية. عام 2011 عام 2011 خرج الاحتلال الأمريكي من العراق بيفترض أنها اتفاقية أمنية، لكن اليوم على أرض العراق يوجد 35 ألف جندي أمريكي. أنا أتحدث هنا عن أرقام أمريكية، 35 ألف جندي أوجدتهم الاتفاقية الأمنية التي أخرجت الاحتلال الأمريكي. وعندما تتحدث المسوغات عن سبب وجود هذا العدد الهائل من الجنود يقال لغرض تدريب. إذن 35 ألف جندي رقم رسمي، والمسوغ لوجودهم هو التدريب. كيف نثبت أن هذا الوجود هو احتلال وليس تدريب؟ هناك براهين عديدة، لكن سنبدأ من آخر برهان. البرهان الذي عند زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قاعدة الأسد الأمريكية العراقية في غرب العراق، نزلت طائرة الرئيس الأمريكي من دون علم الدولة العراقية ولا الحكومة العراقية. هذا الحديث في نهاية 2018 في نهاية ولاية العبادي. ثم الرئيس الأمريكي لم يشعر الجانب العراقي ولم تأتي زيارة وفق الأسس البروتوكولية، وإنما طلب رئيس الوزراء للقائه في قاعدة الأسد. وهنا يعني إذن نحن لا نريد أن نستطرد كثيرا، هذا هو الدليل. ثم يأتي نائب الرئيس الأمريكي في نهاية عام 2019 بنهاية ولاية رئيس الوزراء هالي عادل عبد المهدي، أو قبل نهايتها قبل استقالته، بنفس السيناريو بنفس الطريقة، بل أكثر. في المرحلة عندما جاء الرئيس ترامب حدث الزوبعة والبرلمان استنكر ومقالات ونريد إخراج الاحتلال الأمريكي، وعالم تحدثت عن سن قوانين. لكن أعيد السيناريو بشكل أوسع، عندما جاء نائب الرئيس الأمريكي إلى قاعدة الأسد ليحتفل مع القوات الأمريكية بعيد الشكر، تم حظر منطقة الطيران فوق العراق على خطي عرض 32 و 33. لم يسمح لأي طائرة لا مدنية ولا عسكرية ولا عراقية أن تطير في الأجواء حتى يتم تأمين طائرة نائب الرئيس الأمريكي. ثم طارت الطائرة من فوق العاصمة السيادية بغداد وحطت في عاصمة إقليم كردستان أربيل، والتقى نائب الرئيس بالمسؤولين الأكراد ولم يلتقي بالرئاسات الثلاث، الرئاسات السيادية الثلاث لم يلتقي بأحد منهم. ولا نعرف، جرى اتصال مع عبد المهدي، لا نعرف هل عبد المهدي اتصل أم نائب الرئيس اتصل. إذن نحن نتحدث
عن بلد محتل. فإذا ما أخرج الشعب العراقي اليوم هو أنه يبحثون عن السيادة الناجزة التي لم تتحقق من عام 2003 إلى اليوم. نأتي اليوم على الاحتلال الإيراني. الاحتلال الإيراني، إيران لديها، ونحن هنا لا نتحدث عن معلومات رسمية كما في الحالة الأمريكية، إنما نتحدث عن معلومات مجموعة من مجموعة وسائل إعلام إيرانية وعربية. في أقل تقدير هناك 15,000 من قيادات وجنود الحرس الثوري الإيراني موجودين في العراق، موجودين بوجود فعلي كمستشارين. ولدينا معلومات تتحدث عن وجود 6 قواعد في شمال العراق موزعة على منطقة ما بين كركوك وصلاح الدين حتى بغداد. طيب، إذا كانت هذه معلومات، كيف نستدل على أن هذا احتلال؟ أيضا لدينا دليل. الأمر لا يكلفك كثيرا إلا أن ترجع إلى السوشيال ميديا. السوشيال ميديا، قاسم سليماني اللي هو المفروض قائد هذه المجاميع التي تقاتل في العراق وإيران وسوريا، لا يتورع عن أخذ الصور ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي مليئة، حتى أنه في داخل المؤسسة الإيرانية كما تتحدث وسائل الإعلام تم الحديث مع قاسم سليماني أنك أحرجتنا أمام العالم، أمام الرأي العام العالمي العربي العراقي بهذه المنشورات. لكن الأشخاص العقائديين لا يهمهم، لا ينظرون إلى الأمور نظرة براغماتية. هو عقائدي لأن هو جاء تحديا، لم يأتي يتخفى، هو لا يلعب سياسة. شوف نتنياهو واليمين الصهيوني الذي يحكم دولة فلسطين المحتلة، لما يأتي اليميني يمين يتحدث لك بالقلم العريض، لما يأتيك اليميني في أمريكا يقول لك أنا أنقل السفارة إلى القدس، شاء من شاء وأبى من أبى، بينما الآخرين يلعبون معنا سياسة. كذلك اليمين في كل الهندوس المسلمين السنة، اليمين هم مجانين عقائديين، فهذا مجنون عقائدي ولذلك يخرج لا يراعي الضوابط الدبلوماسية. فإذا نحن نتحدث عن رجل عسكري ودبلوماسي يدخل عبر الأراضي العراقية ويلتقي قيادات سياسية وما يأخذ تأشيرة على الجواز، فإذا نحن نتحدث عن بلد محتل. السؤال الآن، بلد محتل، ماذا أراد الاحتلال من هذا البلد؟ نحن نعرف أنه أمريكا، بريطانيا وفرنسا وإسبانيا احتلت المنطقة العربية والدول الإسلامية. لما خرجت هذه الدول إلى ساعة الناس هذه التي أتحدث فيها معكم، لا يزال السكة الحديد التي وضعتها بريطانيا بين المحافظات العراقية شغالة. ولو استدعينا الأخوة في الجزائر وتونس ومغرب سيحدثونك عن طرق التي تربط الجبال التي شقها الفرنسيون والبريطانيون. سؤال، لماذا تم تحويل العراق إلى دولة فاشلة بإرادة المحتلين؟ عندما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية، جاءت لتحويل العراق إلى دولة فاشلة مع سبق الإصرار والترصد، وهي كانت قادرة على أن تؤسس دولة حتى لو كانت طائفية، دولة ناجحة. دليل على ذلك ما تفضل به الأخ الكريم المتداخل هنا لما قال أنه أردنا أن نعيد العراق إلى العصر الحجري وتصريحات بوش عن الحرب الصليبية. عملية الفوضى الخلاقة، هذه عملية الفوضى الخلاقة كانت لها دور محوري ورؤية من عهد كيسنجر، جاءت لتأسيس دولة فاشلة. فلما تم تأسيس الدولة الفاشلة العراقية، الدولة الفاشلة هي التي أسست لهذا المجتمع الممزق. ولو عدنا يعني إلى التاريخ المعاصر للعراق لوجدناه من سنة 79 هو يدخل بحرب ويخرج من حرب، يدخل من حرب، وآخر تلك المواويل كان الحصار الاقتصادي من 1990 ل 2003 الذي أتى على البنية الاجتماعية التحتية. ويكفي الاستدلال على ذلك أن نقول
أنه قتل 1,000,000 طفل عراقي. فإذا نحن نتحدث عندما تنتهي الحرب هذه نهاية المعركة، ولكن الحرب تبدأ بعد أن تتوقف المدافع. عندما تتوقف المدافع تبدأ الآثار الاجتماعية. الآثار الاجتماعية نخرت في الجسم العراقي. لما جاءت الدولة الفاشلة، لما تأسيس دولة فاشلة بإرادة المحتل، مصلحة أمريكا بصناعة الفوضى في المنطقة هو لها عدة رؤى. وللتدليل على ذلك، لما دخل الاحتلال الأمريكي عام 2003 إلى العراق تحت مرأة ومسمع القوات الأمريكية، تم تهديم البنى التحتية للدولة العراقية. يعني عندما جاء الاحتلال الأمريكي 2003 ومعه القوى السياسية التي جاءت على دبابة الأمريكان، لما جاءوا استلموا بلد فيه قوى وفيه بنى تحتية كاملة، هناك جيش وشرطة وأمن ومؤسسة بيروقراطية كاملة. لو أخذ بأنه انقلاب عسكري احتلال وانقلب على أهل البلد، يؤتى بهذه البنى التحتية ويعاد صياغتها بنظام معين لتعيد بناء البلد من جديد، ثم يصار إلى عملية تطهير مع استمرار الزمن. لكن قرار بريمر بحل الجيش العراقي وحل الأجهزة الأمنية وحل المؤسسات كان هو قرار متعمد مع سبق الإصرار والترصد. الآن إذا نرجع إلى موضوع الدولة الفاشلة، ما هو، حتى لا يكون كلامنا إنشائيا أو نحن معارضة للحكومة، نحن سنأتي بالأرقام نتحدث عن هذا الفشل بالأرقام. أولا نتحدث عن الفساد. هناك 450 مليار دولار من ثروات العراق النفطية أهدرت من عام 2003 إلى 2019 إلى قيام ثورة الشباب في ساحات التظاهر. وهذه الأرقام مستندة إلى منظمة الشفافية الدولية التي رتبت العراق في 117 من أصل 133 دولة. ترتيب العراق 117. وأكو دراسة لمعهد دراسات الشرق الأدنى وهي أمريكية، يقول أن 25% يستنزف الفساد من مجمل الميزانية العراقية. يعني احتياطيات النفط في العراق 112 مليار برميل. يعني الآن إذا أي واحد أقول من الحاضرين طلع الموبايل حاول اضرب 112 مليار في سعر برميل النفط اليوم، حتى الحاسبة يعني يحتاج إلى اقتصاديين يطلعون هذه النتائج. زين، الآن يفترض أنه تم تأسيس نظام قائم على المحاصصة الطائفية. لما جاءت هذه المحاصصة الطائفية والمحاصصة السياسية أدت بنظام سياسي. هذا النظام السياسي جاء، يفترض أن الذين قدموا إلى الحكم يفترض أنهم كانوا معارضة في الخارج وجاءوا يحملون هماً وطنياً. لما جاء الاحتلال وأرسل النظام الطائفي، هذا النظام الطائفي كان هو السبب من أسباب تحقيق هدف المحتل وهو بناء الدولة الفاشلة. حتى أدلل على هذا، كيف نشأت بؤرة الفساد؟ لما نشأت بؤرة الفساد جاءت من خلال تقسيم المناصب السيادية التي تدير الدولة إلى الأحزاب وإلى الطوائف. لما يأتي ممثلو الأحزاب والطوائف إلى هذه المؤسسات السيادية التي تدير الدولة، هؤلاء يبدأون بعملية التقاسم والتحاصص على مخرجات الدولة. يعني لو افترضنا وزير ما يريد أن يرسي مراقصة ما، يتفق مع الحزب الذي هو جاء منه ودعمه للوصول حتى ترسم مناقصة عليه، ثم يأتي الحزب فيبيع هذه المناقصة إلى طرف ثاني ثالث رابع خامس سادس. حتى ذكر لي أحد المقاولين بنى مدرسة في مدينة الموصل ب30 مليون دولار. فلما سألته كيف تبني مدرسة ب30 مليون دولار، هذا تبني بيت، قال هل تعلم أن هذه المناقصة رست ب300 مليار دولار، مليون دولار، باعها طرف إلى طرف طرف إلى طرف حتى رست إلى المقاول الصغير الذي نفذ بهذا المبلغ البسيط
وهي مدرسة في قرية نائية. تماماً، هذا ما أردت أن أصل إليه حتى أختصر الوقت، أنه يعني سبب أنه الدولة المحتلة والدولة الفاشلة هي التي أدت إلى خروج الناس بهذا الكم وهذا الشكل وهذا التحدي. إذن اليوم نحن نصل إلى مخرجات، إلى المستقبل، إلى الرؤية. إن ركوب موجة التظاهرات، لو نأتي ونستقرأ سنجد أول من حاول ركوب موجة المظاهرات هو الولايات المتحدة الأمريكية. عندما تستقرأ موقف الأمريكي في البداية كان موقفاً متحفظاً، فلا هو مع ولا هو ضد. وما أن تبين للأمريكان أن المخرجات على أرض الواقع أدت إلى أنه التظاهر أصبح أمراً واقعاً، وأن المتظاهرين رسموا بدمائهم منهجية التغيير الجديدة، نجد بدأت التصريحات الأمريكية، وأنا ممكن أن أستعرض هنا لكن أكيد الوقت ما يسعفنا. نعم، وهي تأتي بعد أكبر سفارة في العالم في بغداد، أكبر سفارة للولايات المتحدة في بغداد، والآن هو يتم بناء أكبر وما لا يخرج على الإعلام أن منطقة حرير الآن تضم منطقة قاعدة أمريكية في قمة التطور، يعني تضاهي قاعدة العديديد في قطر لكنها غير معلنة، ويتم فعل ذلك بشكل وهذا يدلنا على أنه الاستنتاج أنه العراق هو أصبح لديه دور محوري في المخطط الاستراتيجي الأمريكي. يعني عندما قررت أمريكا أن تسحب جيوشها من سوريا، أين ذهبت بهم؟ إلى العراق، وهذا دليل ثاني على عدم الاستقلالية. حتى إيران لديها هذه الرؤية إلى أنه لن تترك، كما تفضل الأستاذ، أن إيران لن تقبل أن تترك ما تموضعت به ونقاط التي رسختها في العراق. لذلك هي تحاول أن تتعامل مع الموضوع على أنه لا يوجد مظاهرات. الدليل على ذلك ما سربته المخابرات الأمريكية في نيويورك تايمز في الأسبوع الماضي، أن إيران أدخلت عبر الحدود العراقية صواريخ باليستية، وأن المخابرات الأمريكية، الحديث للسي إن إن ونيويورك تايمز، المخابرات الأمريكية تدرس خطورة هذه الصواريخ على الجيش الأمريكي. فإذا نحن نتحدث عن أنه يتعاملون أنه يعني لو نفكر منطقيا، هناك برلمان يناقش انتخابات وقانون انتخابات وإلغاء الدستور، إيران لم تتأثر، يعني لم تفكر بالموضوع، بدليل إدخال هذه صواريخ يعني حساسة ووقوعها به يعني. فإذا أمريكا وإيران تتعامل على أنه، ولهذا الفواعل الإقليمية، هذا يدخلنا إلى أصدقاء العراق، أصدقاء الشعب العراقي، أين هو دورهم؟ الحضارة الإنسانية نبتت ونشأت وترعرعت في العراق. بصفتي متخصص في الأديان والفلسفة، فعندي بحث مهم جدا عن الحضارة العباسية تحديدا. فإذا أردنا أن نفاخر الإنسانية جميعا بحضارة إنسانية واضحة المعالم قوية الأثر في البشرية إلى يومنا هذا، فسوف نتكلم عن حضارة العباسية تحديدا، إذ كانت هي الأقوى أو الدولة الأقوى أثرا المعتمدة على محور العلم تحديدا. في هذه الفترة الزمنية الدولة العباسية في تاريخ أمة الإسلام كانت الترجمات لعلوم اليونانية والرومانية بعد الاستقرار والجذور العربية والإسلامية. ما زالت الإنسانية جميعاً مدينة بعلومها لهذه البقعة المباركة من الأرض بغداد. تقريباً لم تتكرر للبشرية بهذا النموذج من أيام أن خلقها الله عز وجل إلا مع ذي القرنين ومع الدولة العباسية. أعني بذلك محور قوة استناد الإمبراطورية أو الدولة أو النظام
أو الحضارة على العلم، تحديداً بعد ترجمة العلوم في تلك المرحلة. فنقطة ذو القرنين والدولة العباسية التي كانت في العراق أو مهدها العراق وبغداد العامرة إن شاء الله. الأمر الثاني، وهو إذا أردنا أن نرى مستقبل العراق، فإن العراق قد أنشأه الله عز وجل بتكوينة بها كثير من العرقيات أو المذاهب من سنة وشيعة وعرب وأكراد، بل وإثنيات يعني يمكن لا تحسب، لكنها في الأصل مكون من عبق تاريخ بابل امتداداً للعباسيين وامتداداً لأهمية هذه البقعة من الأرض في هذه المرحلة المهمة. في دراستي في الأديان والفلسفة تقريباً ينحصر التاريخ بين الشرق والغرب، ما بين اليونان والرومان غرباً والشام والعراق شرقاً. فالشام والعراق امتداداً، إذا تكلمنا عن الأديان من إبراهيم عليه السلام ومن قبله نوح عليه السلام، ثم ما تتابع على هذه الأرض المباركة من البابليين والآشوريين وغيرهم، أننا أمام عمق حضاري للإنسانية جميعا. ما زالت هذه المؤلفات المترجمة، ما زالت حضارة الغرب الآن إن سميناها حضارة، ترتكز ارتكازا حقيقيا لما ترجم في بغداد، وهذا يؤكد على الهجمة الشرسة والبربرية التي ورثت هجمة المغول والتتار وتتابعت في هذه الأيام على بغداد حاضرة الإسلام. وجزاكم الله خيرا.